أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج في عين الحدث، وكل عام وأنتم بخير والأردن بخير والأردنيين بأي ألف خير، احتفالا في عيد الجيش والكرامة. الأردن بعد العيد، رمضان والعيد أخذانا إلى غمرة من الأسئلة الكثيرة عن الحكومة والحال السياسي العام في البلاد وأزمة الثقة ما بين الحكومة والمواطن والمواطن والحكومة، وتجدد الأسئلة عن المطالب الشعبية التي تعم البلاد ما بين السياسي والمطلبي والاجتماعي. وربما أن هذا العيد أيضا حمل لنا أسئلة أخرى متعلقة عن المعتقلين السياسيين والحريات العامة، وتحديدا الصحفية أيضا التي طالتها أيدي الأجهزة السلطة التنفيذية يوم أمس باعتقال عدد من الزملاء وتم الإفراج عنهم فيما بعد. أسئلة كثيرة سنحاول الإجابة عنها في هذه الحلقة من برنامج عين الحدث، التي أستضيف بها سعادة المهندس عبد الهادي الفلاحات نقيب المهندسين الزراعيين، أهلا بكم، والأستاذ الصحفي وسعادة النائب نبيل غيشان، أهلا بكم. وأستأذنك بدءا من اليمين، يعني اليوم شاركتم في المؤتمر الصحفي الذي عقد في مجمع النقابات المهنية، المؤتمر الذي حمل يعني رسائل واضحة إلى الحكومة بما يتعلق بملف الحريات العامة وما يتعلق أيضا باستمرار الاعتقالات السياسية. يعني أنا بعتقد أن هذه الحكومة، وأنا بالمناسبة منحتها الثقة، نعم، أنا حجبت الثقة مرتين عن حكومة الملك، أنا منحت الثقة لهذه الحكومة على أساس أن هذه الحكومة ستكون هي خيار الشعب وخيار الناس، وجاءت بضغط من الشارع، وأن هذه الحكومة قد تندفع في اتجاه تعظيم الحريات. يعني أنت نادم الآن، يعني لو خيرت مرة أخرى ستتراجع عن هذا القرار بإعطاء الثقة للحكومة؟ أنا الآن إذا كان هناك مجال أنا سأحجب الثقة للحكومة في أي حجب، في أي مذكرة حجب قادمة أنا سأحجب الثقة للحكومة. نعم. يعني احنا كنا نعتقد ان هذه الحكومة ستكون مختلفة عن الحكومات السابقة، وبالذات في ملف الحريات العامة. انا اعتقد ان هذه الحكومة لم تختلف عن سابقاتها، لكن في موضوع الملف الحريات العامة هي أسوأ من سابقاتها، وانا اتحدث هنا عن الحريات الصحفية، التضييق على الصحفيين، التضييق على الصحف، عمليات الاعتقال، نعم، أو عمليات التوقيف كثرت، وكان آخر قضية هي قضية المواطنين الأردنيين اللي جايين بدهم يسلموا مذكرة إلى المركز الوطني لحقوق الإنسان. أنا بعتقد هذا حقهم الطبيعي ما داموا هم بيقوموا بدور لا يخالف القانون، لكن اللي جرى أنا بعتقد أنه هذا سيظهر لاحقاً في التقارير التي تدون، التقارير الدولية التي تقرر ترصد الحريات العامة في الأردن، والتي ترصد حريات الصحفية بالأردن. أنا أعتقد أن هناك تراجع في هذا الموضوع. أنا من صلب يعني موقعي أو مهنتي كصحفي، أنا أرفض التوقيف في أي قضية، في قضايا المطبوعات والنشر على الإطلاق، لا بل أعتبر أن التوقيف هو عبارة عن إدانة مسبقة، وهو عبارة عن عقوبة مسبقة لا نقبلها على الإطلاق. أنا مع أن ينسجن أي صحفي أو مواطن إذا أدانته المحكمة بقرار قطعي، نعم. إذا أدين بقرار قطعي سنة أو سنتين في هذا القضايا بعد اكتمال الدرجات التقاضي كلها بما فيها الاستئناف أو التمييز، أما أن يتم توقيف فلان لأنه والله على بوست ولا لأنه كذا ولا عمل، أنا بعتقد هذا تضييق على الحريات. يعني نحن في الأردن كلما كنا يعني نظن نعتقد بأن هناك المؤشرات ذاهبة بمنحنى إيجابي، هناك تغيير في مسار الحرية الصحفية، نلامس بأن هنالك ردة، وهذه الردة تتورط بها الحكومات والأجهزة التنفيذية أيضا، يعني والشواهد كثيرة. يعني سعادتك اليوم أنت كنت من المشاركين في المؤتمر الصحفي في نقابة مجمع النقابات المهنية، عفوا، يعني أطلقتم مجموعة من التصريحات التي تحدثت بلغة خشنة إلى حد ما من قبل النقباء حول قضايا الاعتقال السياسي، حول التوقيف السياسي أيضا. قلتم بأن الخيارات مفتوحة أمامنا، ماذا تمتلكون
بما يتعلق بهذا الخصوص اتجاه هذه السياسة والنهج الحكومي؟ يا سيدي بسم الله الرحمن الرحيم، وأنا سعيد أكون موجود مع سعادة الأخ العزيز، وأيضا لك الشكر وللشعب الأردني. كل عام وأنتم بخير، عيد الفطر المبارك وعيد الجلوس الملكي ويوم الجيش. نعم. الحقيقة مناسبات وطنية، كل الأعياد الوطنية. اليوم أنا بعتقد وأتقاطع تماما مع أستاذ نبيل، أنه عندما كلف الدكتور عمر رزاز بتشكيل حكومة كان هناك تفاؤل من كل مكونات المجتمع الأردني، وجاء التكليف على وقع مطالب الشارع وبعد إسقاط حكومة هاني المرقي في ذلك الوقت على ما يتعلق بقانون ضريبة الدخل. نعم. والنقابات لعلها أيضا كانت من أكثر الناس تفاؤلا إذا جاز التعبير بشخص الرئيس، وبيمكن أن تكون التكليف والظروف التي جاءت بالحكومة يمكن أن تكون حالة من حالات فارقة وعلامة فارقة في تاريخ الحكومة الحكومات الأردنية. نعم. وكان لدينا يعني أمل أن يكون هناك تغيير في النهج وتعاطي الحكومة مع كل الملفات الداخلية والملفات الخارجية، الملف السياسي والإصلاح السياسي والحريات، كل ما يتعلق بالملف الحريات والإصلاح السياسي الذي أعتقد أنه هو الأساس لمعالجات المشكلات التي تواجهها الدولة الأردنية. وأيضا على صعيد الملف الاقتصادي كنا نتوقع أن يكون هناك تغيير في النهج. الحقيقة للوهلة الآن بدنا نعمل جردة حساب بعد مرور عام تقريبا على تكليف الحكومة، أنا أقول أن المؤشرات الاقتصادية بالرقم هي الحقيقة في تراجع. وعندما قدمت الحكومة مشروعها موضوع التكافل، دولة التكافل ودولة الإنتاج ودولة القانون، أنا بس بدي أعطي مؤشرات عامة وأقول أنه ما يتعلق بالملف الاقتصادي بعطي أرقام هيك الآن نحن نعمل جردة حساب. وأنا هنا أتحدث عن نقد أداء، لا تحدث عن أشخاص الحكومة، لا رئيس الحكومة ولا الوزراء، نتحدث عن أداء اليوم السلطة التنفيذية وتعاطيها مع الملف الداخلي، وأهمه قلنا الملف الاقتصادي والملف السياسي. ما يتعلق بالحريات تماما أنا أتفق مع أخي أنه ما قامت فيه الحكومة اليوم من اعتقال الكلمة، من اعتقال الخبر، وأنا أقصد هنا الصحفي، السلطة الخامسة، من اعتقال صاحب الفكرة، من شكل الاعتقال، السلطة الرابعة من شكل الاعتقال أيضا، الخامسة دعاء جماعة السوشيال ميديا، يا سيدي الرابعة الخامسة، احنا مع السلطة الرابعة والسلطة نتحدث عن شكل الاعتقال الذي يتم اليوم. يا أخي المواطن الأردني أيا كان عندما يستدعى يتصل معه تليفون ترى يحضر، لا يجوز أن نعاقبه وأن يتم اعتقاله تحت أي ظرف إلا من خلال تقديمه للقضاء. اثنين، شكل الاعتقال لا يجوز طريقة المداهمات الليلية. احنا اليوم في دولة يجب أن يسودها القانون ويجب أن نحتكم جميعا للقانون، بالتالي من يخالف القانون يقدم للقضاء وصاحب الفيصل هو القضاء. أرجع لموضوع الملف الاقتصادي اللي الحكومة يعني حكت فيه خلال الفترات المالية. شوف، معدل التضخم 2017 أيام حكومة الملقي كان 3.3%، في عهد هذه الحكومة ارتفع إلى 4.6%. النمو الاقتصادي كان في عهد الحكومة السابقة 2.1%، الآن 2% أيضا تراجع. عجز الموازنة كان في 3.2%، هذا بحكي أرقام بنك مركزي. اليوم بعهد الحكومة الحالية 4.1%، آخر أرقامها بشهر مقارنات بين شهر 2017 وشهر 10 2018. عجز الموازنة من 3.2% إلى 4 ارتفع إلى 4.1%. إجمالي الدين العام ارتفع من 26 مليار و900 مليون ارتفع إلى 28 مليار و365 مليون. تصور الأرقام. إجمالي الاحتياطي كان في عهد الحكومة السابقة 13 مليار و640 مليون دولار، اليوم 12 مليار و475، حتى موضوع الاحتياطي. البطالة 18.2% الربع الأول في عهد الحكومة السابقة، بعهد الحكومة الحالية ارتفع 2%، 18.4%. لا، و 19 وصل. يعني الربع الثاني، الربع الرابع 18.5 وصل إلى 18.7%، يعني حوالي 19. هذا إذا نتحدث على موضوع دولة الإنتاج ونحكي، وما عندي أرقام بس يمكن أن يتم الاستفادة من أرقام غرف الصناعة والتجارة، كم حجم المصانع، عدد المصانع التي أغلقت خلال السنة الماضية، كم رأس المال وحجم رأس المال الأردني هاجر خارج رأس المال. شوف، يوم نحكي عن صادرات الزراعية وهي مهمة
بالنسبة للأردن بعهد حكومة الملقي كانت 582 مليون عفوا 582 ألف طن تم تصديرها. بعد كل الحركة الإعلامية الكبيرة فيما يتعلق بالملف السوري والملف العراقي تراجعت إلى 524 ألف طن بعام 2018. يعني صار تراجع عندنا حوالي 60 ألف طن بالصادرات الزراعية خارج الأردن. هذا يعطيك مؤشر. صحيح أنه مجموع الصادرات الكلية ارتفع من 5303 إلى حوالي 5500 يعني مليون دينار. السؤال الأهم اللي كمان أنا بدي أحكي على موضوع دولة التكافل. صحيح إحنا معنيين بموضوع التكافل والأخذ بيد الناس الفقراء، بس يوم يكون خطة الحكومة إنه أنا أرفع عدد الأسر المستفيدة من صندوق المعونة الوطنية من 92 ألف أسرة ل 177 ألف أسرة خلال أعوام 2019-2021 ومبلغ يكلف الموازنة من 104 مليون إلى حوالي 200 مليون، أنا هنا أضع علامة استفهام على موضوع الأداء الاقتصادي. الأصل أن هذه الأسر الفقيرة الأصل أن يأخذ بإيدها وبالتالي أعزز موضوع قدرتها الإنتاجية وأنقلها من حالة أو على الأقل نسبة منها التمكين، بعض يعني بما يتعلق التمكين لمشاريع اقتصادية. نعم. مدر للدخل أنقلهم من حاجة العوز وتلقي المساعدات إلى أن أصنع منهم أسر. هي سياسات منتجة إلى الفقر والعوز. أنا هذا يعطيني مؤشر، أنا بقول يعطيني مؤشرات عامة أنه ما يتعلق بموضوع التكافل أو ما يتعلق بالجانب الاقتصادي في ما يتعلق بالنهج التي مارست الحكومة الحالية لا يختلف تماما. بالعكس ضريبة الدخل، قانون ضريبة الدخل الذي أقر هو لعله كان أسوأ في كثير من مفاصله عن القانون التي أسقطت عليه حكومة الملك. نعم. الآن نرجع لموضوع النقابات. النقابات المهنية دورها دائما ينحاز إلى الدولة الأردنية والشعب الأردني، ولا يمكن إلا أن يكون هذا العنوان. تحدث اليوم زملاء النقباء، رئيس مجلس النقباء وزميلنا نقيب المحامين، وتحدث أنه في أدوات. الآن الأدوات يمكن أن تكون نزول الشارع، يمكن أن تكون موضوع عدم الترافع إذا استمرت على التعدي على الحريات الناس. هذا ما لوح به نقيب المحامين. نقيب. نعم. المحامين ما يتعلق بخيارات كثيرة الحقيقة، هذا موجود مجلس النقباء هو صاحب الولاية وصاحب. ولكن اليوم غاب بعض من أعضاء مجلس النقابة على المؤتمر الصحفي. الحقيقة هي إجت الدعوة متأخرة وبالتالي كثير منهم لم يتمكن من الحضور لأن الدعوة إجت للنقباء تم تعميمها الحقيقة لكن ما تحدث يعني فيه ليس هنالك من النقباء. لا. من يحمل وجهة نظر مغايرة لهذا الموقف الذي تحدثتم به اليوم. قول واحد لا، لأنه هذه قضية متوافق عليها. يوم نحكي عن الحريات لا يختلف عليها اثنين من الأردنيين ولا اثنين من النقباء. يوم نختلف عن الجانب الاقتصادي وتحسين واقع الناس. لكن يعني سعادتك يعني من تابع ردود فعل الأحزاب الأردنية في ملف الاعتقالات لم نطالع إلا بيانا صادرا عن حزب جبهة العمل الإسلامي يدين به نهج الاعتقالات وسياسة الاعتقالات، ولم نسمع أي بيان صادر عن أي حزب سياسي أردني بهذا الخصوص. النقابات أصدرت أكثر من تصريح صحفي وأصدرت أكثر بيان وخاطبنا رئيس الحكومة في موضوع الاعتقالات. ونحن يوم نحكي عن الاعتقالات السياسية اليوم أنا خي أتفق عندما نصل لمرحلة إنه المركز الوطني لحقوق الإنسان يتم حصاره ومنع الناس من القدوم. كيف قرأت هذا المشهد وهذه الصورة بما يتعلق بمحاصرة المركز الوطني لحقوق الإنسان وبهذه الطريقة التي تم التعامل معها مع سواء مع المحتجين أم مع إدارة المركز؟ والسؤال الأهم لمصلحة من نشوه الصورة للأردن فيما يتعلق بالحريات؟ من يشوه الصورة؟ عندما يصل السلطة التنفيذية. نعم. الحكومة بأجهزتها المختلفة لا يجوز أن يتم حصار هذه المؤسسة الوطنية. وأنا بدي أشكر الحقيقة أنا بدي أشكر أيضا عطوفة رئيس المركز اليوم كان معنا المفوض الدكتور موسى بريزات، ولكن لم يتحدث بحجم الأزمة. لا الحقيقة اليوم تحدث عبر الحقيقة هذا كل يستطيع أن يعبر عن رسالته، لكن اليوم استطاع أن يكون في مجمع النقابات وأن يتحدث وأن يقول هذا السلوك لا يجوز ولا يليق بالصورة الدولة الأردنية، لأنه سينعكس على الصورة خارج الأردن. صورة الأردن في موضوع الحريات وانخفاض يجوز تراجع موقع الأردن في موضوع الحريات العامة. أنا أقول لمصلحة مين؟ إذا كانت الحكومة مرعوبة من 30 شخص يود إرسال مذكرة لتسليمها لمفوض حقوق الإنسان، ما هو الأثر وما هي أنا يعني ما بعرف لماذا تخاف الحكومة بهذه الصورة؟ لماذا هذا الارتجاف والخوف؟ مع العلم أنه عندنا ملفات يجب أن تشغل بها الحكومة وتشغل فيها مؤسسات المجتمع الأهلي، القوى السياسية المختلفة اليوم في هذه الظروف. سنكمل الحديث عن هذه العناوين. سنتابع هذا التقرير من إعداد الزميل علي خلف الذي يرصد به آراء المواطنين في الشارع الأردني بما يأملون به بعد العيد. نتابع هذا التقرير.
بتوقع أول شيء السلام للشعب الأردني من الفقر اللي هو واقع فيه، من اليوم رفعوا أسعار المشتقات النفطية، وبكرة الله أعلم شنو يرفعوا، فالله يعيننا ويعين الشعب الأردني كله. بتوقع إن شاء الله من جلالة سيدنا أنه يحل مجلس النواب ويحل الوزارة اللي لا تنفع ولا تضر من جوع، يعني هي وقلتها واحد، اليوم بدهم يرفعوا، واليوم انجزنا التحديات وبكره بننجز، ونحن شايفين ايش وفيش ايش ملموس. بالنسبه للناس اللي كانوا يتوقعوا انه في يصير في تاثير على الحكومه، يعني لفرضا برمضان، يعني انه من فرضا يصير في تغيير على الحكومه، لكن بعد ما ارتبطت اللي هي العيد ارتبط في عيد الجلوس، وشفنا رئيس الوزراء كان امبارح بالاحتفال، فكان بيحكي يعني بكل قوه بكل عطاء وبكل يعني بكل بالضبط بكل برضه بكل نظره هيك للمستقبل بالنسبه للاردن، فما بتوقع يعني اي تعديل. لا، وكمان مثلا عندك اعلنوا عن انهم اكتشفوا حق الغاز جديد قبل هاليوم بهاليومين، فهذا بدل ان الحكومه لا باقي. يعني عزيزي، انا غير متفائل بالحكومات الاردنيه. احنا كمواطنين قلبا وقالبا مع الوطن ومع المواطن، لدينا خيرات، لدينا بترول، لدينا بوتاس، لدينا فوسفات، ولكن حكوماتنا الأردنية هي اللي خيبت أملنا. كنا متفائلين بحكومة الملقي وخيبت أملنا، ومتفائلين بحكومة الرزاز وخيبت أملنا، والله يستر من الجايات، لأن الأيام الجاية أسوأ من الأيام اللي مضت. يا سيدي، نأمل من الله خير، ولكن مش شايفين خير، لأنه ما بعرفش الحكومة إلا يدية باللي بيصير، يعني ما بنعرف يعني اللي بصير. اللي بصير اللي هو الكساد، والبنك الدولي متدخل، وشغلات من هالنوع. يعني اصلا واضح انه بعد العيد الاسعار ارتفعت، وهي اول شيء البنزين ارتفع، والله يكون في عون المواطن. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم من جديد. تابعنا هذا التقرير الذي يرصد به آراء المواطنين حول ما يأملون به بعد العيد. الآراء كما يبدو غير متفائلة، المواطنون يجمعون بما تحدثوا به على أنهم غير واثقين بهذه الحكومة، تحدثوا أيضا عن رفع الأسعار، تحدثوا أيضا عن حل مجلس النواب، تحدثوا عن خيبة الحكومة وحكومات الخيبة كما أسموها. يعني سعادتك، لربما هذا هو المشترك الأردني، هذا هو الحديث العام يعني الذي يتفق عليه الأردنيين في تصنيفهم وفي تقييمهم إلى الحكومة، إلى مجلس النواب، إلى أجهزة ومؤسسات الدولة. الكل غير متفائل ويبدي قلقا حول المستقبل. يعني واضح أن الشارع الأردني غير متفائل، وهذا كلام يعني عرضتوه قبل قليل. أنا يعني بس بدي أعطي بعض المؤشرات على أنه هذه الحكومة لا تختلف عن الحكومات السابقة. نعم. ونفس الأرقام اللي تحدث فيها زميلي. يعني إحنا لما بنحكي اليوم عن الإيرادات الضريبية، الإيرادات الضريبية في الربع الأول من هذا العام تراجعت 100 مليون مقارنة في الربع الأول من العام الماضي. هذا نتيجة قانون ضريبة الدخل ونتيجة سياسات رفع الضرائب اللي موجودة، والكساد الاقتصادي لربما هو هذا سبب أيضاً. القانون الضريبي بعد ذلك يتوقع أنه في نهاية حزيران هذا الشهر أن يرتفع أو يزيد حجم، خلينا نقول هبوط تراجع الإيرادات الضريبية. نعم. إلى 200 مليون. هذا يعني أنه إحنا من هون لنهاية السنة قد نصل إلى 300 إلى 400 مليون تراجع في الإيرادات الضريبية. يكون هذا يعني حقق ما هذا هو يعني مقصود أن منه سياسات منه؟ الجباية، سياسات الجباية التي تمارسها هذه الحكومة هي استمرار لسياسات الجباية التي مارستها الحكومات السابقة. نعم. ثانيا، البطالة واللي تحدث فيها كمان أيضا زميلي، احنا بنحكي اليوم عن البطالة. كان في هناك مشروع النهضة اللي عرضه رئيس الوزراء وقال فيه انه احنا والتكليف الملكي عند تشكيل الحكومة ركز على البطالة ومعالجة البطالة و إيجاد فرص عمل للأردنيين. إحنا بنحكي عن 300 ألف أردني عاطل عن العمل،
وبنحكي عن 1.5 مليون لمليون وربع عامل وافد بيشتغلوا بالأردن، يعني معادلة مش راكبة. اليوم احنا منيجي بنحكي عن البطالة، إذا احنا الحكومة أعلنت عن 30,000 فرصة عمل خلال سنتين، والحكومة وقعت مع الحكومة القطرية على توفير 10,000 فرصة عمل خلال العام الجاري، إذا ورجعنا وإذا لاحظت خلال الثلاث أشهر الأربع أشهر الماضية اندفعت الحكومة في مجال التشغيل بقوة، صار في تشغيل مبادرات حقيقي. كثيرة مبادرات كثيرة بالقطاع العام، ولكن هل حققت هذه الأرقام الحقيقية؟ ورغم ذلك زادت وارتفعت نسب البطالة 19%. نعم. أيضا رجعنا للمديونية، اليوم حجم المديونية وصل من 14.3 اليوم وغلق على على 94.3 إلى 95% حجم المديونية. إذا هذول القضايا الرئيسية الثلاث الدولة الحكومة لم تتقدم فيها، بالإضافة إلى ما قلناه سابقا حول تراجع ملف الحريات. طب إيش بقي عند المواطن؟ المواطن بده شغل، المواطن بده اليوم هينا جينا رفعنا سعر أسعار المحروقات، أليس هذا استفزازا للأردنيين؟ أنا أعتقد أن الحكومة التي كانت متخوفة من رمضان، لحسن حظها أن رمضان مر بخير لعدة أسباب، يعني أفلتت؟ أنا لا أقول أنها أفلست، أفلتت نعم، أفلتت الحكومة من رمضان، كان هناك تخوف وكان هناك تحوط أمني وكان هناك كذا، لكن فلتان هذه الحكومة من رمضان ومن الدوار الرابع الذي خلينا نقول أودى بالحكومة السابقة وأتى بهذه الحكومة لم يأتي، لأن الحكومة قدمت صنيعا جيدا للناس، بل جاءت على نقطتين أساسيات. أولا موقف جلالة الملك من صفقة القرن، وهذا موقف تاريخي مهم، وإحنا قاعدين بنتساءل إحنا كأردنيين، يعني هو ما في غير هالأردن؟ طيب وهل هالشعب العربي وينه؟ هذا اللي بده يقاوم صفقة القرن، ما في حدا بيحكي مباشرة ضد صفقة القرن إلا الملك يعني عبدالله. لربما أن الخصوصية الأردنية والارتباط المباشر نعم. والقرب من فلسطين مصلحة مباشرة، والعلاقة التاريخية أيضا مع القضية الفلسطينية، إحنا لذلك الشعب قد يكون هناك تقدير لمواقف جلالة الملك، وإنه في ضغط على الأردن وفي محاولة تركيع للأردن ومحاولة كذا، يعني الأردنيين يعني تراجعوا قليلا. قد يكون هناك بعض الشعارات أيضا يكون واضحين اللي بطرحها الحراكيين مش مقبولة من الناس، وبرمي بالعالي وبطريقة استفزازية وبطريقة غير مقبولة، ولكن الحراك ليس جميعه متفق على ذات الشعارات، يعني حتى أنت أنا أعرف حراكيين، واليوم يعني كنا نتحدث مع الإخوان الحراكيين في مجمع النقابات، كانوا يقولوا نعم في ناس يعني إحنا مش متفقين معهم، بس هو هذا بالنهاية لما أنت بتطرح هذه الشعارات بهاي الطريقة أنت بتخوف الناس تيجي عليه. لكن الحراك تحول إلى حالة سياسية متحركة في الأردن يا سيدي، نحن نريد أن يتحول الحراك إلى مشروع سياسي، إذا لم يتحرك الحراك يتحول الحراك إلى مشروع سياسي وبرنامج سياسي، إذا بده يظل يشتم على فلان ويعد على فلان هذا يعني أنت شايف الحراك فقط يشتم؟ لا لا، أنا بقول الحراك قد يكون هناك بعض الأشخاص في الحراك لا يقدم خطابا سياسيا، ولكن عندما تحاور هؤلاء الحراكيين وتقول لهم أنتم لماذا تستخدمون هذه اللغة وهذه، يقول لك أنا جيعان، أنا غلبان على أمري، أنا متعب، أنا بدور على فرصة عمل، أنا مش قادر أوفر أبسط إمكانيات حياتي، يعني في أسئلة معيشية تغلب على الجميع، يعني ويكون لها أولوية في السياسة. في السياسة إذا السياسة فن الممكن، إذا لم تقدم خطابا مقنعا للناس سيفتض الناس عنك. أنا بدي أعطيك مثال بسيط، إخواننا في السودان صلهم 6 أشهر أو 5 أشهر في السودان،
انقتل منهم حسب الإحصائيات اللي بتجينا 113 واحد خلال 4-5 أيام. نعم انقتل. حتى الآن. لم نعم. تسمع سوداني واحد يشتم لا بالشارع ولا على الفضائيات. لم تسمع سوداني واحد غضبان بيحكوا سياسة. نعم. أنا إحنا بدنا إصلاح. وبدنا الدولة تمشي بمكافحة يعني الفساد. بس يعني سعادتك هناك من يقول بأن السياسيين في الأردن قد يعني تركوا الحراكيين لوحدهم في الشارع. يا سيدي. يعني إذا عدنا إلى العام الماضي وقالت إسقاط حكومة هاني الملقي وهذا الضغط الشعبي الذي أتى بهذا القرار إسقاط الحكومة والتراجع عن قانون ضريبة الدخل الذي فيما بعد تم إقراره من قبل حكومة عمر الرزاز لربما هذه اللحظة انقلبت ونحن الآن بمرور عام على إسقاط حكومة الرزاز. أنا قلت لك هذا القانون الآن الحراكيين هم فرادة في الشارع ليس هنالك من عون سياسي لهم ليس لهم عون سياسي. الحراك الذي لا يكن له حواضن اجتماعية وسياسية معناته لن يستفيد. أنا أدعو إلى أن هذا الحراك يكون حراك عقلاني وهذا الحراك هناك فرق ما بين عدم وجود الحاضنة وما بين العقلانية. لا الحاضنة لما أنت بتخوف يعني شايف أنه الفقر والتهميش والبطالة في الأردن أليست حاضنة للحراك؟ لا 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 الأردنيين كلهم بيحكوا ضد الفقر وضد الفساد وبدهم إصلاح سياسي وإصلاح اقتصادي لكن أنت لما بتيجي أنا بحكي أنا ما بدي أشرح أكثر بعض الشعارات بتخوف الناس هذا اللي أنا بحكي نعم فيه نعم. الحراك حراك محترم لكن يجب أن يتحول إلى حراك سياسي صاحب برامج وصاحب خطط وصاحب لغة سياسية حقيقية. أنا ما بدي واحد اليوم يعني في بعض الإخوان بالحراك للأسف يعني هم اللي بيهربوا يعني الناس. كان هنالك مبادرة قادها دولة الرئيس أحمد عبيدات والرئيس أيضا طاهر المصري ولكن أجهضت هذه المبادرة يعني يتعلق بتجميع وضع مبيعية إطار واحد إلى يعني هو كمان أنت لا يمكن أن تأتي كسياسي وتركب على حراك بالشارع نعم. وتفكر أنه الحراك أنت بدك تطوعه. الحراك هذولا ناس من مشارب مختلفة نعم. بعدين الجبهة اللي أعلن عنها يعني هذه بدها تكون جبهة أحزاب مش جبهة شخصيات. إحنا الشخصنة قتلتنا بالأردن نعم. قتلتنا الشخصنة. سنتوقف سعادتك عند هذه الملاحظة أعزائي المشاهدين فاصل قصير ومن ثم سنعاود إكمال حديثنا عن هذا الموضوع. أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا بكم من جديد وأجدد الترحيب بضيفي في الاستوديو. سنتابع هذا الكاريكاتير للزميلة ميس العمر تعليق سريع من ضيفي ثم سنكمل حديثنا عن موضوع هذه الحلقة. نتابع الكاريكاتير. أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا بكم من جديد. تابعنا هذا الكاريكاتير للزميلة ميس العمر المواطن الأردني قبل بعد العيد. تعليق سريع سعادتك على الكاريكاتير. والله أنا بدي أضيف يعني بقول أنه إحنا خلال الأسبوع الماضي طلع في بعض التقارير العالمية بتقول أنه إحنا نحتل عالميا مركزين نعم. المركز الثاني في التدخين على مستوى العالم الأردن ونحن المركز الثاني بالسمنة. طيب التدخين والسمنة من إيش بتيجي؟ بتيجي من الهم والغم نعم. فالمواطن الأردني لو ما هو مهموم ما بتفشش في الدخان ولو ما هو مهموم ما بنصحه بصير عنده سمنة. بهذه السمنة نعم. سعادتك تعليق سريع على الكاريكاتير. لا أنا بدي أرجع الكاريكاتير عبر عنه أخي نبيل والحقيقة أنه بحتاج منك أن أيضا تعليق. المواطن هو يعيش في أزمة نعم. ويعاني معاناة اقتصادية ومعاناة واقع اجتماعي غير صحي وواقع اقتصادي غير صحي. والله يعيد المواطن عندما في دوام وفي اعياد وهذا كلها كلف بدها فلوس بده يعيش والجيبة فاضية والله يعينه. انا بدي ارجع الحديث في موضوع الحراكات. انا اقول انه اولا دعنا نتفق اننا نرفض ولا نتفق مع اي اساءة لرمز
صحيح. لا لجلالة الملك طبعا. ولا لجلالة الملك صحيح. ولا لمؤسسات الدولة. نعم. لأنه إضعاف مؤسسات الدولة هو إضعاف للدولة الأردنية، ونحن اليوم معنيين أن نقوي الدولة، ومعني أن نمتن الجبهة الداخلية، ومعني أن تكون الدولة قوية وحاضرة في هذه الظروف السياسية الحرجة التي تمر فيها المنطقة. نعم. وعليها ضغط خارج نعم. الدولة. لكن القضية المهمة أيضا يجب نفهمه ونفهم جميعا الحقيقة، أن الحراكات هي تعبر عن واقع. إحنا نقول لا نتفق مع أي ساءة، لكن الحراك وخروج الناس للشارع بهذه الصورة المستمرة هي تعبر عن واقع وفقدان للثقة مع السلطة التنفيذية. نعم. فقدان للثقة لكل معلمة. أنا عم أتجاوز السلطة التنفيذية، مش بس الحكومة، هي فقدان للثقة لكل مؤسسات الدولة. الفجوة الكبيرة ما بين الناس وما بين مكونات الدولة، الأفراد العاديين، الناس اللي عانوا، اللي يكتووا الآن بالغلاء الأسعار، واليوم الحكومة تطالعنا وترفع أسعار المحروقات. هذه المعاناة اليوم كيف تفسر هذا القرار يعني؟ أنا بدي بس أستكمل الفكرة. نعم. حتى أرجع أخي فارس. أنا أقول هذا استفزاز، خليني أرجع قبل ما أكمل. تفضل. اليوم الحكومة عمالة تستفز الناس، عندما تعتقل الناس من أمام المركز الوطني لحقوق الإنسان هذا استفزاز يا أخي. عندما ترفع اليوم أسعار المشتقات بنصف الشهر هذا استفزاز. طيب الناس خرجوا اليوم من عيد ومن أعياد ومن مناسبات أثقلتهم ومن رمضان، هذا استفزاز للناس، وكأن الحكومة تقول للناس اطلعوا للشارع. هذا الاستفزاز هو أن هذه السياسات غير حصيفة وغير حكيمة. وأنا بعتقد أن العقل الذي اليوم يدير المشهد أنا أقول يحتاج إلى مراجعة ويحتاج إلى إعادة حسابات. ما عاد المواطن يحتمل يا أخي مثل هذه السياسات، وذلك الحراكات اليوم اللي تصير. أنا قلت مع رفضي لأي إساءة، اليوم هي تعبير عن حالة لفقدان الثقة بين الناس وبين مكونات بين مؤسسات الدولة المختلفة. والحكومة اليوم معنية أن تعالج هذه الإشكال. يا أخي اليوم بالمؤتمر الصحفي حكيت، إحنا اليوم تواجه الدولة الأردنية ضغوطات داخلية وضغوطات خارجية، ضغوطات من دول نعتقد أنها صديقة لكنها تتآمر على الدور الأردني وعلى الدولة الأردنية. كانت صديقة نعتقد. نعم. اليوم الإدارة الأمريكية في عندها مشروع، الكيان الصهيوني عنده مشروع، بعض دول المنطقة عندها مشروع، وهذه المشاريع كلها على حساب الدولة الأردنية. صفقة القلم. الدولة يعني. الدولة ما تسمى. الدولة والنظام والشعب والدور الأردني حتى في فلسطين. يوم نحكي عن قضية فلسطين طبعا يعني سعادتك بظل هذه الظروف والتحديات السياسية الداخلية والخارجية التي تواجه الأردن، فلماذا يتم اللجوء إلى خيار التصعيد الأمني؟ ولذلك أنا بدي أقول يا أخي، إذا أردنا أن نواجه المشروع هذا الكبير لا يمكن إلا أن يكون من خلال دولة قوية. نعم. من خلال تماسك اجتماعي عظيم، من خلال وحدة موقف وطني، من خلال بناء موقف اليوم وطني أردني رسمي وشعبي. يجب أن نقول اليوم تعظيم المشتركات بين كل مكونات الدولة هي هاجس الدولة، تمتين اللحمة الداخلية هي هاجس الدولة. يجب كل مؤسسات، أنا بحكي عن مؤسسات أهلية ومؤسسات رسمية، إذا بدنا نقول نواجه المشروع اليوم الأمريكي ودول المنطقة التي تستهدف الدولة الأردنية والدولة الأردنية، لابد من إطلاق الحريات المسؤولة، لابد اليوم من أن تكون إرادة الشعب الأردني حاضرة في المشهد الوطني، حاضرة في صناعة القرار، أن تكون كل المؤسسات اليوم في خندق الوطن كما تحدثنا، نعظم المشتركات. أنا بس بدي أستعير من ابن خلدون قضية مهمة. بيقول لك ابن خلدون يا سيدي، عندما تضعف الدولة، وإحنا اليوم معنيين أن لا تضعف الدولة الأردنية في هذه الظروف، معني أن نقويها وأن تكون قوية كما تحدث. نعم. عندما لكن هذه السياسات الحقيقة أنا بعتقد أنها تصب في مصلحة إضعاف الدولة الأردنية. ويقول ابن خلدون، عندما تضعف الدولة تبرز الولاءات الضيقة، ما حكاها هو الضيقة لكنه قال تبرز الولاءات العشائرية والطائفية والإقليمية، بمعنى آخر لم يكن يتحدث فيها لكن الولاءات الضيقة، ويختلط عليك الصديق من العدو. وإحنا اليوم ترى السياسة الخارجية الأردنية في هذه الظروف والله مش عارفين. أنا عندما تقول الحكومة بكل مستوياتها نحن لا نعلم تفاصيل صفقة القرن، لك هذه إجابة غير مقنعة. نعم. لا لمجلس النواب ولا للشعب الأردني. إذا لم تعرف التفاصيل عليك أن تعرف التفاصيل، إذا لم تعرف التفاصيل عليك أن تبحث عن التفاصيل وما هو الدور الذي يمكن أن يستهدف من خلاله الدولة الأردنية. ويجب أن تواجه وتضع من الإمكانيات والقدرات وحشد الطاقات لمواجهة هذه المؤامرة الضخمة. غير مبرر الحكومة أن تقول أنا لا أعرف التفاصيل. يا أخي حصلت إرهاصات الصفقة قائمة، الأنروا وضم القدس والجولان وبعد شوية الضفة الغربية، واليوم تصريحات كثيرة خلال الأيام الماضية عن موضوع المستوطنات وجزء من الضفة الغربية والتوطين والتهجير.
التفاصيل انا بعتقد ان البعره ومؤتمر المنام انا اعتقد ان التفاصيل يا اخي البعره تدل على البعير. نعم. الاثار واضحه والنتائج واضحه وما زالت الحكومه تقول انا والله يعني مش عارف التفاصيل. لا يا اخي المفروض تعرف التفاصيل، وان لم تعرفها يجب ان تعرفها اولا. فيقول لك ابن خلدون: ويختلط عليك الصديق من العدو ويضيع صوت الحكماء. ومين يا سيدي يبرز خلال هذه الفترة عندما تضعف الدولة لا قدر الله عز وجل؟ تبرز الخطابات مدعية الانتماء. وهنا مدعية الانتماء، واحد يدعي الوطنية، واحد يدعي القومية، واحد يدعي الإسلامية، واحد يدعي كثير من الانتماءات، واحد يعني ابن خلدون كان عايش بيننا اليوم. الحقيقة ابن خلدون عايش اليوم بيننا. يا أخي احنا اليوم نقول أن مصلحتنا اليوم جميعا أن نقول للناس تعالوا على طاولة حوار وطني مسؤول، كل مكونات الدولة، وأن تقودها الناس، نقف على ما هي التحديات والضغوطات التي تواجه الدولة. إذا ذهبنا مع صفقة القرن ومع التوجهات الإدارة الأمريكية، في هناك كلف اقتصادية وسياسية داخلية نتوقع أن تدفعها الدولة الأردنية. إذا قلنا لا نرفض الصفقة، أيضا في كلف سياسية واقتصادية يمكن أن تدفعها الدولة، لكن يمكن أن يكون المواطن الأردني يتحمل كل الأعباء الاقتصادية ويتحمل كل الضغوطات عندما يكون هو شريك وحاضر في صناعة قرار دولته، وعندما يكون متمكن أن الجميع في خندق واحد، وعندما تكون السياسات الحكومية السياسية والاقتصادية حصيفة وتنحاز للوطن وتنحاز للشعب وتنحاز اليوم لتمكين كل الناس أن نكون حاضرين. لا يمكن أن نقاوم هذه الصفقة وهذه المؤامرة إلا من خلال وحدة وطنية شعبية رسمية لأ جلالة الملك. يا أخي نحن جميعا معها، لكن ما هي الإجراءات التي قامت فيها السلطة التنفيذية والمؤسسات الأخرى لترجمة لآت جلالة الملك على أرض الواقع؟ نعم. لحماية اليوم الدولة الأردنية من هذه المؤامرة الخطيرة الكبيرة، أنا أعتقد أن الإجراءات العكس للأسف تسير بالعكس. بماذا تلامس ما هو عكس بهذه الإجراءات؟ أنا أقول اللآت تحتاج إلى حريات وتحتاج إلى مواطن حر. نعم. يستطيع أن يدافع عن مواطن دلوقتي. شريك مواطن شريك في صناعة القرار، إرادته حاضرة، مشاركة في اتخاذ القرار، شفافية في اتخاذ القرار. لكن لما أقول والله اتفاقية الغاز ما حد عارف عنها إلا بعد جهد جهيد وما زال المشروع ماشي، وهذا يصادم إرادة الناس. اللآت جلالة الملك تحتاج إلى إجراءات ولتحدث عنها، لكن لا تحتاج إلى اعتقالات ولا تحتاج إلى إفقار الناس ولا تحتاج إلى استمرار في سياسة الجباية اللي تحدث الأرقام عنها سعادة الأخ الحبيب. هذه سياسة الجباية يا أخي. إذا بدنا نزيد إيرادات الدولة مش برفع الضرائب، لا، الحقيقة بتخفيض الضرائب طبعا. لجذب الاستثمارات، لجذب موارد مالية جديدة، مستثمرين، لاستقرار البيئة الاستثمارية للدولة، تشجع الناس على الاستهلاك على الشراء، نشتغل نستثمر، نحافظ على المصانع، نحافظ على المزارع. يوم أقول الصادرات الزراعية نقصت صادراتنا 60,000 طن خلال عام. نعم. وين الحكومة؟ يعني سعادتك من العلاقات الخارجية هناك من يتهم ويقول يعني بإطار سياسي بأن هنالك تيار هو الذي يوجد في مراكز القرار، مطبخ القرار في الدولة، هو من ينهج هذه السياسات ومن يتبعها ومن يأخذ الأردن إلى خياراتها. ولذلك نقول يا أخي قلنا أنه عقل الدولة اليوم يحتاج أن يعيد مراجعة لسياساته. نعم. لا يمكن طرف من الأطراف أو توجه. لماذا نتحدث عن فك تحالفات يعني؟ هذا التيار الذي هو ممسك بالسلطة منذ أكثر من 10 سنوات وما زالت سياساته التي تأخذ الأردن إلى هذه المآلة. ولذلك احنا قلنا يا أخي أنه اليوم حتى نكون فعلا نواجه هذه المشكلة، نواجه هذه الظروف، يجب أن تكون إرادة الناس حاضرة. لم يعد بالإمكان فريق جربناه عشرات السنوات. نعم. أخذ الدولة إلى هذا المنحى الاقتصادي الخطير. جماعة الديجيتال سميهم. أنا أقول زمان كنت أسميهم مسميات الصلع، وهذول ما خمسة لو شعراتك راحوا تنطبق عليك، لأنه كنا يلحق شارب ومع لحيته مع راسه، فيجيك لا يعرف من الوطن إلا الأرقام. نعم. لا يعرف من الدولة إلا أرقام، دولار وجنيه ومش عارف كيف. يا أخي الدولة لا، الدولة أرض وشعب ودم وشهداء وموارد. هاي الدولة الأردنية. وعمر الغزاز ينتمي إلى هذا التيار ساعتها. أنا لا أستطيع أن أقول ينتمي ولا ينتمي، ولكن بسياساته ماذا تلامس؟ ماذا ترى؟ لا أنا أقول لم يتغير النهج الحكومة الحالية عن نهج الحكومات السابقة. ذات التيار يعني. حتى الحكومات السابقة، لكن على الأقل يوم نسمي على المحافظين كانوا الموارد الدولة لم تباع. نعم. كان ظل عندنا الفوسفات، وعندنا الأراضي، وعندنا البوتاس، وعندنا الاتصالات، وعندنا مؤسسات اقتصادية كبيرة
تم بنائها بعرق الأردنيين والمديونية كانت متواضعة. اليوم نقول الذي يريد أن يحافظ على الدولة يجب أن يكون الشخص الذي يؤمن بالدولة كدولة أردنية، مش دولار ومش أرقام. الدولة هي دم شهداء صنعها الشهداء، وصنعها الجيش العربي الأردني، وصنعها إخوانه من الشهداء من كافة الأطياف. نقول الدولة اليوم أرض ومش بقعة جغرافية، نقول وطن ومش جواز سفر وعبور. لذلك احنا كنا بلجنة الحوار نقول يا أخي لا يجوز أن يستلم موقع سيادي في الدولة الأردنية من لديه جنسية أخرى، لأنه عندما يكون هناك نزاع ما بين الأردن ودولة أخرى، هذا المواطن مع ازدواجية جنسية ولاؤه يكون الأردن ولا ولاء للدولة الأخرى اللي فيها امتيازات اقتصادية. وتم تعديل الدستور ومن ثم تراجع عن التعديل. للأسف تم الانقلاب على التعديلات الدستورية الأولى. نعم. وذلك احنا نقول اليوم الأردن يحتاج إلى أبنائه، يحتاج إلى جميع أبنائه. وأنا هنا اليوم لا أستثني لا من الديجيتال ولا من الناس ولا من المحافظين ولا من المخلصين. أبناء الأردن المخلصين اليوم كثر. الأردن اليوم يحتاج لجميع أبنائه. ولذلك بناء مشروع وطني أردني واحد يلتف حول الأردنيين جميعا على قاعدة أن الأردن يسمو فوق الجميع. نعم. وفق التقاطعات نختلف على ملفات، نختلف على بعض التفاصيل نختلف، لكن يجب أن لا نختلف على الأردن اليوم في مواجهة التحديات. وبعتقد أنه الخيرين من القوى السياسية والاجتماعية وحتى من أصحاب القرار ومن المؤسسات الرسمية، أنا بعتقد كثر هذه مسؤولية وطنية اليوم نتحمل مسؤوليتها جميعا. يعني سعادتك أنت يعني تذهب إلى اتهام تيار معين بالأردن بأنه اختطف المشهد وإدارة الدولة وأوصلنا إلى ما وصلنا إليه اقتصاديا وسياسيا؟ يعني أنا ما بديش أدخل في موضوع التيار وما تيار، لأنه إحنا بالنهاية يعني أغلب ما نتحدث عنه أشخاص. نعم. يعني أغلب ما نتحدث عنه كأردن وكأحزاب وكذا، هو هناك أشخاص كانوا موجودين في للأسف، وودونا على الخصخصة، وودونا على كثير من القضايا التي أفقدت. لكن أشخاص اليوم يجمعهم مشروع سعادة. اليوم أنا اللي بدي أقوله أنه إحنا كدولة من 20 سنة أو أكثر، نعم، إحنا منروح على نفس الدكتور وبنأخذ نفس الدواء. طيب أنت في حياتك الخاصة لما بتروح بتراجع دكتور بشفت أنه هذا الدكتور بعطيك نفس الدواء وكذا وما تحسنت خلال 3 أشهر، بترجع الدكتور يقول له غير لي الدواء، بغير لك الدواء. لا بغير لك الدواء، ما زبط تغيير الدواء أول مرة ثاني مرة، بتقول شو الدكتور الهامل، خليني أنا أغير إحنا نفس الدكتور وبنبلع نفس الدواء وبنأخذ نفس الإبر، وبالأخير بنرجع وهينا رجعنا إلى 100 مليون تراجع في إيرادات الضرائب. إذا هذه السياسة اللي إحنا مشتغل فيها سياسة الجباية هي سياسة خاطئة يجب التراجع عنها. نعم. هذه هي النقطة الأساسية اللي بنحكي فيها. أيضا إحنا بدنا ننتبه لقضية أساسية وأطلقها جلالة الملك قبل ذلك، الاعتماد على الذات. اليوم في خطر توسيع تقلص المساعدات اللي عم تيجي. اليوم إن خطة الاستجابة ل تمويل برامج اللاجئين السوريين حتى هذه اللحظة لم يأتي منها 2%. مؤتمر لندن تقصد؟ مؤتمر لندن 1 و2 ما استفدناش منه. نعم. شيء. لذلك اليوم طيب اللاجئين السوريين عندنا، ال- 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 الأزمة عندنا، عملنا توظيف وخلقنا فرص عمل للاجئ السوريين بالتفاهم مع الاتحاد الأوروبي مقابل تخفيض قيود المنشأ، هاي البرنامج اللي عملوه، لكن احنا للأسف ما استفدناش. طيب احنا صرنا نجد فرص عمل للاجئين السوريين، اللاجئ ما بصير تلاقي له فرصة عمل. سعادتك هناك من يذهب الى ما هو ابعد بالقلق بما يتعلق باللاجئين السوريين، يا سيدي ملف اللاجئين السوريين لماذا لا يتم هناك فتح تنسيق مع الحكومة السورية لعودة اللاجئين الى ديارهم؟ نحن دولة استقبلنا اللاجئين قبل قيام الدولة، منذ قبل يعني بديش أدخل، عندما كانت خلينا نقول الدولة العثمانية موجودة، إحنا بدأنا باستقبال
لاجئين من إخواننا من القفقاز، وبدأنا بال 1919 بعد معركة ميسلون أجانا اللاجئين من الاستقلاليين السوريين، وبعدها أجت جموع إخواننا الفلسطينيين واللبنانيين بال 76 والعراقيين والسوريين. طيب، لكن نحن أكثر دولة تجربة في التعامل مع اللاجئين، لكن نحن أسوأ دولة في التعلم من درس اللاجئين. نحن حتى هذه اللحظة رغم أن الحكومة الروسية طلبت منذ أكثر من سنة أن يكون هناك لجنة مشتركة من أجل البحث في ملف اللاجئين حتى تسهيل العودة، تسهيل عمليات العودة في ذلك. ونحن أنا أعرف أن الحكومة السورية أيضا تضع عراقيل، وأنا ما ببرئها في عودة اللاجئين، وبدها تضغط على دول الجوار، وهي ما لها مصلحة تجيبهم لأنه ما عندها إمكانيات تستوعبهم. لكن نحن أصحاب مصلحة، يجب أن يكون مشروع عودة اللاجئين السوريين على طاولة الحكومة كل يوم وكل ساعة. لأنه وأنا ما بطلب أنه والله تحطوا هاللاجئين السوريين في الباصات وتروحوهم، لا، بدك تعمل خطط بالتفاهم مع الحكومة السورية ومع الروس ومع أطراف كثيرة من أجل أن يكون هناك عودة، لأن هذا الملف ملفا ضاغطا على الموازنة، ملفا ضاغطا على الخدمات، ملفا ضاغطا على التشغيل، ملفا فاتورة ضاغطا مكلفة على الخدمات الصحية، على النظافة، على كل ما بيصير. اليوم لبنان امبارح بدأ بهدم كل حائط، إذا في خيمة إلها حائط من اليمين واليسار اسمنتي كان يدمو. إحنا بنينا لهم مدارس، بنينا لهم مستشفيات، يعني هذه مخاوف في لبنان من التوطين. وهناك من يرى بالأردن بأن هنالك مخاوف من توطين اللاجئين السوريين. ومن سبقتها مقصرة تماما في موضوع اللاجئين، ويجب أن نبدأ في هذا الموضوع بأن ندفع في هذا الملف إلى عودة للاجئين السوريين بأسرع وقت ممكن. مش أنا أنشغل اليوم في عودتهم من الركبان، أنا ما لي علاقة يعودوا ولا لا عادوا من الركبان، لأنه الركبان موجودين داخل الأراضي السورية مش عندي. أنا بدي عودة من أجل أن تخف الأزمة في الشمال. الناس ارتفعت البطالة، ارتفعت الأسعار، الإيجارات، البيت اللي كنت تستأجره بالرمثة ب60 ليرة اليوم ما بتجيبه ب300 ليرة و400 ليرة، فرص العمل غير موجودة. طب ألا تتفق مع مخاوف التوطين للاجئين السوريين؟ أنا يعني ما بيخوفني كثير، لكن أنا أعتقد جازما أن هناك على الأقل 300 إلى 400 ألف لاجئ سوري لن يعودوا، شاء الأردن أم أبى. نعم، يعني سعادتك الوزير الأسبق الدكتور ممدوح العبادي تحدث عن إخفاق مؤتمر لندن في تصريحات صحفية منسوبة له، وقال بأن مؤتمر لندن هو كذبة كبيرة، وتساءل عن 4 مليار التي تحدثوا عنها من مشاريع وستخصص إلى الأردن، وتحدث أيضا بقلق شديد جدا عن مستقبل الاقتصاد الأردني. يعني المستقبل الاقتصادي الأردني، احنا أعطينا أرقام. نعم، وأرقام الحقيقة هذا أرقام مؤتمر لندن. سعادتك، أنا أعتقد أن الحكومة الأردنية والحكومات المتعاقبة لم تستفيد من تجارب كثيرة. عندما وقعنا اتفاقية وادي عربة التي نرفضها إحنا كمؤسسات مجتمع أهلي والنقابات على رأس هذه المؤسسات، وعدنا برخاء اقتصادي واستثمارات وضخ أموال أحلام السلام هذه ومن السماء، ويعني الحقيقة 94 الذي عاش 94 وعاصر توقيع اتفاقية السلامة بين قوسين اتفاقية وادي عربة مع الكيان الصهيوني، والوعود التي أطلقها المسؤولين الأردنيين والتي أطلقت أيضا من دول أخرى مانحة، كنا نعتقد أن الأردن سيكون سنغافورة. نفس الأخطاء تكرر الأردن للأسف، حتى بأزمة العراق والعدوان الثلاثيني على العراق
و2003 على العراق. سعادتك احنا مشان وقت بس اكمل لك دقيقه. تبدي تخوفا بما يتعلق باللاجئين السوريين، مخاوف من التوطين. بس اكمل لك فضل. الاستفاده من الازمات، الاردن دائما يدفع الثمن لكن الحقيقه لا يستفيد من الازمات. 2003 احنا ما قبل 2003 لا يتعلم من اخطائه ولا يتعلم من اخطائه. كان الاردن مستفيد من المنحه العراقيه، وكان مستفيد لدرجه كبيره، جزء 50% من النفط يقدم مجانا للاردن و50% باسعار رمزيه. لكن للاسف أن السياسة الحكومية لم تستفيد من ذلك الوقت، ولعلها أخطأت حتى بالتعاطي مع الحكومة العراقية في ذلك الوقت. اليوم الأزمة اللجوء السياسي، أنا أعتقد فيه شيء تحت الطاولة لم يعلن للناس. نعم. أنا حتى أكون إحنا 10 ثواني ساعات هناك أرقام لا نعرفها، هناك إصرار من المنظمات الدولية لزورنا ونلتقي معنا كنقابات. نعم. ومؤسسات مجتمع أهلي في موضوع التشغيل. ألا تبدي تخوفا من التوطين؟ قول واحد. لا قول واحد. أنا أعتقد التوطين على الأمد البعيد سيكون أرقام، يجوز أرقام قريبة من أرقام. لكن لابد اليوم تقوم الحكومة الأردنية بالتعاطي مع المؤسسات الدولية. نعم. والدول الفاعلة بالمشهد السوري، سواء كان النظام السوري ولا روسيا ولا أمريكا ولا إيران ولا غيره، لعودة آمنة للاجئين. نعم. وأنا بقول عودة آمنة. سعادة خير معنيين. نعم. أن نجازف. سعادة المهندس عبد الهادي الفلاحات نقيب المهندسين الزراعيين شكرا لكم، وسعادة الأستاذ الزميل النائب نبيل غشان شكرا لكم. أعزائي المشاهدين، إلى هنا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من عين الحدث. طابت أوقاتكم وكل عام وأنتم بخير. شكرا.